أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز المغرب عن افتتاح ماكافي في قلب محطة القطار الدار البيضاء الميناء الجديدة على مساحة 100 متر مربع. ويوفر فرع ماكافي الذي تم إحداثه بمحطة القطار 12 منصبا للشغل، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 55 مقعدا، كما يوفر لزبناء جميع وسائل الراحة قصد إرضائهم. C'est le premier Maccafé au Maroc et c'est le début d'une étape. Inch'Allah, on aura beaucoup plus de Maccafé. Le deuxième, Inch'Allah, il sera sûrement à Marrakech. Donc on a choisi bien sûr la gare avec l'inauguration de Sa Majesté qui a fait l'inauguration de la gare. يقدم ماكافي الذي يعد مقهى وقاعة شاي لزبنائه الوافدين على محطة القطار الدار البيضاء الميناء منتجات مختلفة تطلبت عددا دقيقا. Alors, on est là aujourd'hui très heureux de vous accueillir pour l'ouverture de notre premier Maccafé au Maroc. Ce nouveau concept a été inauguré aujourd'hui, ce matin, dans le 34e restaurant de McDonald's. C'est un nouveau concept où on va présenter beaucoup de nouveaux produits, une nouveauté, une nouvelle gamme de pâtisseries, de viennoiseries cuites sur place, de boissons chaudes, de boissons froides, dans un lieu moderne, dans un lieu agréable, où tous nos clients vont pouvoir faire une petite pause dans leur journée. إضافة إلى ذلك يوفر ماكافي خليط مكون من بن طبيعي راقي من البرازيل تتوزع نكهاته بين الشوكولا والتوابل. لافازا كيف كتعرفوها ماركة قديمة ديال القهوة، عندها واحد القرن وكثر 120 أو 140 عام ديال التجربة وديال الخبرة في هذا الميدان هذا. وحنا اللي كنمثلوها بصفة رسمية في المغرب، عندنا مع بعض الزبناء ديالنا وماكدونالدز واحد منهم تجربة طويلة ديال سنين وسنين اللي كتسمح لنا نكونوا عارفين بالضبط الجزئيات ديال الاحتياج ديال الزبناء ديالنا، باش نبقاو غاديين معاهم فيما يسمى بالفرنسية بارتناريا، يعني علاقة أكثر من تجارية. افتتاح ماكافي التابع لسلسلة ماكدونالدز المغرب يأتي في إطار توسيع شبكة هذه المطاعم واختيار فضاء محطة القطار الدار البيضاء الميناء لاحتضان هذا المقهى الجديد، هو لجعل المسافرين أثناء لحظات انتظار القطار يستمتعون ويكتشفون استراحة القهوة التقليدية باقتراح لحظة فريدة لتقاسم الفرح بين الأصدقاء والعائلات.